السلام عليكم، معكم سليمان، واليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تعمروا الاستمارة I ألف 129 F والفورم I 29 F. هذه الفورم هذه تنعمروها للزوجة as fiancé إذا كنتي عمرتي الـ I 130 استمارة الـ I 130، ولا بالنسبة للفيونسي ماشي زوجة فيونسي. حنا هاد الفيديو هذا غادي يكون بالضبط الزوجة ديال يو اس سيتيزن از فيانسي، يعني كخطيبة. قبل ما نعمر هذا الفورم نشوفوا الاكسبيريشن ديت، صلاحية ديال هاد الاستمارة هادي. الى شتي الاستمارة هادي 3/31/2024، يعني مازال صالحة. بالنسبة لهذا الجزء هذا هو الخاص صحاب الهجرة USCIS use only، ما تقيسهاش، تتخليها وتمشي هنا فين تيقول لك start here، يعني بدا هنا. تيقول لك type or print in black ink، يعني يمكن تكتبها، يمكن تايبيها في الكمبيوتر كما غديروا دابا، ولا تعمرها بليد. إذا كانت عندك كتابة زوينة بليد يمكن ديرها بليد ماشي مشكل، ولكن من الأحسن تعمرها تايبيها أحسن بالكمبيوتر. الجزء الأول information about you، معلومات عليك، على البيتيشنر يعني على الإنسان اللي تيعمر هذا الـ I-129F. البارت 1 information about you، يعني البيتيشنر الإنسان اللي غادي يعمر هذا الفورم بالنسبة للزوجة ديالو كخطيبة. السؤال الأول Alien Registration Number، هذا تيتعطى لأي مهاجر جاي لأمريكان ضروري، واخا تكون عندك citizenship، تكون عندك citizenship لازم هاد الاي نمبر تكون معك، تبقى معك الى الابد. هذه يمكن تلقاه في الجرين كارد تاعك، الا بقى عندك الجرين كارد احتفظ بها، ولا تقلب عليها هنا الى شتيها، او انا نجيبها لك هنايا. الالين نمبر ها هو، هذا هو الاي نمبر. الى عندك سيتيزن شيب ناتشوراليزيشن سيرتيفيكت، ها هي الاي نمبر، تتهز الاي نمبر راه هير لهذا وتحطه هنا. وانا هيدرت هنا 1/1/1، هذه فقط المعلومات اللي هي على تساعدك انك تعمر. يو اس سي اي اس اون لاين اكونت نمبر، بعض المرات تتعمر الاي 130 وتصيفطها لاصحاب الهجره وتيردوا لك، تيقول لك اسيدي بغيناك انت، بغيناك دير هاد الورقه، بغيناك ديرها اون لاين، هما تيفرضوا عليك ديرها اون لاين. مثلا غادي نوريها لك هنايا قبل، يعني هما تيصيفطوا لك الاي 797 سي، هذه يعني الريسيت، تقولوا يعني الريسيب، وحنا نقولوا بالمغربيه. هذه تيقول لك بانها وصلتنا الاي 130 ديالك، راه وصلتنا، وتيصيفطوا لك هذه، تيصيفطوا لك الاي 797. واذا شتي هذه الابليكانت راه عنده الاي نمبر، والبينيفيشري عنده الاي نمبر، الاي 797 سي. هذه اللي بغيت نوريك انا، بعض المرات الى صيفطي الاي 130 هما تيفرضوا عليك دير هي هادي، ام سوري، هي هادي، هادي افيشيت نوتس تايب يو اس سي اس اكونت اكسس نوتس. هما تيفرضوا عليك ان هاد الفورم الاي 130 اللي درتي اللي صيفطي لهم الاوراق تولي اونلاين، تيصيفطوا لك هادي وتديرها، تدخل الكود اللي عطاك وتدير الكونت ديالك يو اس سي اس اونلاين اكونت، وراه تعطيه لك هنايا يو اس سي اس اونلاين اكونت، راه عطاه لك هنايا. تترجع الفورم ديالك وديرها هنا، تدخلها هنا. انا درت له جوج 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 جوج، هذه فقط تساعدك انك تعمر. بالنسبه للسوشيال سيكوريتي، اي واحد امريكان هو يعني قانوني عنده هذا الرقم، هذا هو باش تخدم. سيليكت وان باكس تو انديكيت ذا كلاسيفيكيشن يو ار ريكويستين فور يور بينيفيشري. حنا كما بديت في الفيديو قلت لك غادي نعمروها بالنسبه للزوجه ديال البيتيشنر از فيانسي، يعني سباوس، هي سباوس ولكن تيعتبروها بحال فيونسي. هذا الكونغرس ديال الامريكان دارها علشان يسرع الوتيره ديال القبول بالنسبه للزوجه ديال يو اس سيتيزن. ادي لي انا يس، تيقول واش عمرتي الاي 130 يس. دابا غادي نبداو يور فول نيم، يعني السميه فاميلي نيم، الاسم العائلي بيكر، هذا البيتيشنر ال 6 بي سليمان 6 سي، تنكتب ليها ان اي، وفي الاخر فاش ندير تنديرها سلاش هنا ود ان اي، ولا تخليها خاوي بجوج. انا فاش عمرتها خليتها خاويه. اذر نيم يوزد فاميلي نيم، انا ما عمري استعملت شي سميات من غير
وحده باش تولت هي هذه بايكر سليمان الميدل نيم خليتها هكا ان اي. وفاش ان شاء الله غادي نطبعها غادي ندير لها هنا سلاش ذا ميلين ادريس. هذه الميلين ادريس ديال البيتيشنر الانسان اللي غيعمر هذه الاستماره بالنسبه للزوجه ديالو كخطيبه بايكر سليمان. شحال واحد يكتب هنا ان اي داس خطا لازم تكتب هنا ان كير اوف نيم ذا بيتيشنر نيم. تحط العنوان اللي هو في امريكان. انا مثلا ميا رابران فين ساكن انا الولايه فاش المدينه فاش ساكن امريكان هي انديانابلس الولايه انديانا. انا الزيب كود ديال انت اللي عايش فيها هذا تلقاه في الميل اللي تيجي عندك للدار. اند ذا كونتري از يو اس اي امريكان. Is your current mail address is the same as your physical address? واش العنوان ديالك في السكن هو فاش غادي يجيوك البراوات؟ بالنسبه لي يس. اذا قلتي لهم لا هنا لازم تدخلها هنا. ولكن حاجه اللي مهمه هنايا الا كانت عندك الا درتي يس لازم تعطي التاريخ من انت ساكن فيها. ما هنا تيقول لك عطينا خمسة د الادريسه خمس سنين فين سكنتي في امريكان. انا سكنت في هذه الادريسه لمدة أكثر من خمس سنوات يعني فقط أعطيتهم date from من إلى حتى الآن يعني فايتة خمس سنين يعني هذه المسائل الأخرى ما عندي ما ندير بها physical address 2 physical address 3 ما عندي ما ندير بها لأن خمس طار بينهم أي خمس سنين اللي بغاو. نمشيو now your employment history. دابا نمشيو للخدمة أش كنتي تخدم بالنسبة لخمس سنين اللي أنت في أمريكا. بالنسبة لي مثلا أنا خدمت في شركة اسمها ATA وتنعطي العنوان ديالها 14A 1400 بارك 100 المدينة انديانابلس الولاية انديانا والزيب كود ديال المدينة اللي ساكن فيها مثلا 4-6-2-31 الكونتري اللي هي الدولة هي USA. بالنسبة لش تدير خدمتك انجينير مثلا انت بديتي الخدمة تدير 01-01-2023 مثلا انا هنا اخطات هنا غندير 18 مثلا اوكي 18 employment end date. انت مازال خدام هنايا يعني ما غاديش تخليك تكتب هنا to present ما السيستم ما غاديش يخليك انت غادي يقلب على عدد. اش غدير تنخليها خاويه وان شاء الله فاش نطبعها ونكتب هنا بستيلو كحل present يعني to present. employer number 2 يعني الا كان عندك خدامي بزاف تزيدهم هنا ولا ما كانش كفاتك تستعمل الاديشنال بيج في الاخر. نمشيو للبارت 1. البارت 1 اتس اباوت ذا بينيفيشيري ام سوري اباوت ذا بيتيشنر يعني الانسان اللي معمر هذه الورقه هذه. نمشيو للاذر انفورميشن بالنسبه للجنس انا رجل ديت اوف بيرث تعطي التاريخ انا زايد في 80 81 ماتيريال ستاتس مريض انا معمر اي وات وان ان اف اللي بالنسبه للزوجه ديالي يعني ضروري ندير مريض. فين تولتي سيري اور تاون اش مدينه كينيفرا بالنسبه 25 بروفانس اور ستيت اوف بيرث اش من مدينه فاش تولتي ولا الولايه. ان الدوله بالنسبه لي انا المغرب. سا انفورميشن اباوت يور بارنت هنا غادي تعطي المعلومات على الابوين الام والاب. بالنسبه للاب ديالي سميتو بايكر الاسم العائلي الاسم الشخصي عالي الميدل نيم تخليها خاويه ولا تكتب فيها الان اي. بالنسبه لديت بيرث الوالد زايد في 1940 1-1 ميل يعني جنس رجل الكونتري اوف بيرث الدوله فاش تولد هو مروكو. فين عايش اش من مدينه فين عايش خنيفرة. الكونتري اوف ريزيدنس يعني الولايه فين ام سوري الكونتري فين اوف ريزيدنس يعني اش من دوله فاش عايش يا مروكو المغرب. نمشي للبارنت انفورميشن يعني المعلومات على الام لان عطيناها الاب دابا الام اللي سميتها بابا يعني الفاميلي نيم الجيفن نيم اسم الشخصي سارة. هذه يمكن تخليها خاوية ولا هناي وتعطيها البورت اوف ديت يعني هي زايدة 1950 1950 الجنس ديالها امرأة. كونتري اوف بيرث المغرب. بالنسبة للسيري تاون فيلج اوف ريزيدنس اش من مدينة تسكن خنيفرة. الكونتري اوف ريزيدنس يعني اش من دولة فاش تعيش المغرب. Have you ever been previously married? إلا كنتي تزوجتي مع عام أنا مزوج دابا تكتب yes وغتبدا بالزوجة ديالك الأولى. If you answer yes to item number 37 provide the name of each spouse and the date of each prior marriage and هنا إلا كانت عندك إلا كان خاصك اسمو تدير تزيدها
انا راه خطأت هنا، سميتها بوشي. الزوجه ديالي الحاليه اللي انا معمر ليها هذا الفورم از فيانسي سميتها بوشي، الكنيه ديالها سميتها بوشي. بالنسبه للاسم الشخصي ديالها سميتها فاطمه، الميدل نيم تخليه خاوي، ديت ماريج اندد، الى طلقتيها تديرها هنايا، هذه خاصها تمسح. انا مازال مزوج، يعني تتخلي هذيك خاويه. يور سيتيزن شيب انفورميشن، يعني واش انت سيتيزن شيب، يعني واش ناتيزيشن، يو ار سيتيزن اور بيرث ان يونايتد ستيت، يعني بالنسبه للاي 120 اف ما يمكنش تعمرها غير الا كنتي يو ار سيتيزن. سيتيزن بالنسبه للجرين كارد ما يمكنش تعمر هذه الفورم، هذه ما يمكنش تعمرها غير الا اليو ار سيتيزن. بالنسبه لي انا ناتشرالايز، يعني انا فقط يعني باي تشويس ناتشرالايز سيتيزن. تيقول لك هنا 41 have you obtained a certificate of naturalization or a certificate of citizenship in your own name؟ yeah بالنسبه yes. الى درتي yes لازم تعطي هذه المعلومات عليها، تعطي سيرتيفيكات نمبر وتعطي البليس اوف ايشونس. نرجعوا لهذه نوريكم هذه المعلومات هذه. ها هي بالنسبه للسيتيزنشيب، ها هي تيعطيك السيرتيفيكات نمبر، ها هي والديت وفين دارت، ها هي التاريخ اللي تعطات فيها والمدينه اللي تعطات فيها، ها هي هذه. خلينا نرجعوا لهذه، ها هي سيرتيفيكات نمبر، هي هذه البليس اوف ايشونس بالنسبه لي انديانابلس. ديت نحطوا فيها مثلا 01 01 2010. اديشنال انفورميشن، هذه كلهم كما قلت لك هذه معلومات تجيب لك من ناتشراليزيشن سيرتيفيكات كما وريتك، كما وريتكم. هذه اديشنال انفورميشن، هاف يو ايفر فيلد فورم I want one and a for any other beneficiary. إذا كان إذا عمرك عمرتي شي خطيبة من قبل لازم تكتب ياس هنا، إذا ما كتبتيش أول مرة تكتب نو. إذا اخترتي نو هذه المسائل الأخرى تبقى خاوية كلها. بالنسبة للدراري ما عندهاش، يعني تبدا هنايا أفر توصل هنايا تقول لك provide all US state and foreign countries in which you have reside since your 18th birthday. هنا تقول لك فين عشتي أمريكان، في امريكان وبراد امريكان منين كانت عندك 18، يعني قبل ما تكون عندي 18 عشت في المغرب حتى كانت عندي 26 عام، يعني بعدين نخلي 50000 وغادي نصححها في ديك اديشنال بيج، غادي نكتب عليها مثلا خنيفرة. بالنسبه للكونتري هنا عندي فين نكتبها مروكو، وعشت هنا في انديانابلس انديانا ذا كونتري، انا خطات هنايا يو اس اي. الى ما كفاكش مثلا الى عشتي في ولايات بزاف تتهز هذيك تتمشي تدير ريزيدنس نمبر 3 وتعطي فيها نفس المعلومات، المدينه الولايه ودين تعطيها فيها الكونتري. دابا سيل بارتو انفورميشن اور بينيفيشري، دابا غادي ندوزو للبينيفيشري، يعني الزوجه ديالك اللي غتجيب المغرب. الكنيه ديالها سميتها بوشي، السميه ديالها فاطمه، ميدل نيم ما عندهاش، بالنسبه لها نختار نخليها خاوي ولا عيناي. بالنسبه للاي نمبر راه عندها، الا قلبتي الا عمرتي الاي 1 ثوري راه غادي يصيفطوها لك، ها هي الا درتي هذه شتيها الاي نمبر الا صيفطوا لك دير هذه. بعض المرات ما تيصيفطوهاش، الا قلبتي الاي 7 ناني 7 شتي ما فيهاش الاي نمبر، ما داروش فيها. اما الا صيفطوا لك ديرها اونلاين كما هذه راهير غادي يصيفطوا لك الاي نمبر انا ودخلوا هنايا. الا عندك ما عندكش تخلي خاوي. السوشيال سيكوريتي ما عندهاش لان ما عمرها جات الامريكان، ما عندهاش. ديت اوف بيرث تاريخ الازدياد ديالها 01/01/1990. الجنس ديالها امراه. ماتيل ستاريس شي مزوجه، انا اللي مزوج بها. وتتعطيو المدينه فين تزوجتو، الدوله فين تزوجتو، تسعود الكونتري اوف سيتنشيب وناشوناليتي، اش من الجنسيه ديالها مغربيه. اذر نيم يوز، بعض الناس يخليو هذه خاوي، انا لا حبذا انا درتها كهناك عمرتها وتقبلات، يعني فاميلي نيم تتخليها بوشي، والفول السميه تتخليها فاطمه، الميدل نيم تخليها خاويه ولا ان اي بوث وركس. انفورميشن اباوت بينيفيشري بار جوج، هي البينيفيشري هذه العنوان ديالها في المغرب، مع مراجعه الامريكان، بوشي فاطمه، حي المسيره خنيفره، هذه الادريس ديالها هذه ايزي، يعني ممكن تديرها خنيفره 54000 المغرب. Your beneficiary address history. Provide your beneficiary physical address for the last 5 years. تا هما تيطلبوا الادريسه ديال 5 سنين فين سكنت. بالنسبه لك، بالنسبه لنا الادريس الاولى هي بحالها بحال الثانيه.
وتنعرفوا في المغرب تنقلصوا في عنوان واحد من تولدوا حتى تنخبروا من المغرب. يعني غدير هنا فقط غدير تاريخ من هنا غادي تبدا date from to present، يعني هذه فايتها 5 سنين يعني عنوان واحد، وتزيد يعني بالنسبه للفيز ادريس فيزيكال تو الادريسات الاخرين ما عندك ما دير بهم، يعني عندك ادريسه واحده. ناو يعني البينيفيشري امبلويمنت هيستوري، البينيفيشري امبلوير 1 الا كانت خدامه تديرها هنا تدير تدخل الخدمه فين خدمات. بالنسبه لي انا ديالي الزوجه ديالي ما عمرها خدمات، انا تنعمر هذه الزوجه از فيانسي نات امبلويد ما خدامش، يعني تتخلي كلشي خاوي بالنسبه للامبلوير. تمشي للانفورميشن ابو يور بينيفيشري بارنت، هنا غادي تعطي المعلومات على الاب ديال الزوجه ديالك كخطيبه، يعني البارنت يعني نبداو من الاب الاسم العائلي بوشي الاسم الشخصي بوحة ميدل نيم تخليه خاوي ديت اوف بيرث يعني تزاد 1960 واحد واحد الجنس يعني رجل كونتري اوف بيرث المغرب سيري اور تاون او فيليج اوف ريزيدنت خنيفره كونتري يعني الدوله فاش عايش المغرب. ناو غنمشيو للام ديال الزوجه فاميلي نيم از بابا السميه ديالها تيتي ميدل نيم تنخليها خاوي ولا هيني date of birth 1970 1971 she's a female يعني امراه المغرب فين تولدت المغرب فين ساكنه خنيفره country of residence is morocco. other information about your beneficiary has your beneficiary ever been previously married واش عمر هاد السيده هادي اللي انت زوج بها دابا واش عمرها تزوجات معلوم زوجه مزوجه بها مره واحده تزوجات مره واحده غادي نكتب هنا yes يعني مزوجه بي انا name the preview spouse هنا خطات هنايا غادي تكون هنا بيكر بيكر سليمان زوجة بي انا بيكر سليمان ميدل نيم تتخلي خاوي date marriage ended هادي رانا درتها ما عرف هنايا خطا هي هادي هنايا has your beneficiary ever been in the United States لا ما عمرها كانت امريكان if your beneficiary is currently in the United States complete يعني هادي ما غاديش عمر 38 ايش غتخليها خاويه. هنا غادي نبداو هادشي كله خاوي 38 ايش does this child يعني بالنسبه للشيلدرن يعني نسيت هذه بالنسبه للشيلدرن ما عندهاش شيلدرن ما عندهاش الاولاد نرجعوا لهنايا your beneficiary physical address abroad غادي تكتب نفس الادريسه اللي عطيتيهم في الاول يعني مياحي المسيره خنيفره خنيفره 47054000 المغرب الكونتري المغرب 48 داي تايم تليفون نمبر تعطيهم تليفون اللي في المغرب. هذه اللي مهمه راه هذه بنادم تيسقلها بزاف your beneficiary name and address in his or her native alphabet شتي هادي راهي لازم تكتبها بالعربيه دابا نوريها لك يدير ليها ها كيفاش بالضبط غدير ليها تكتبها هكا last name بوشي لا first name فاطمه حي المسيره خنيفره خنيفره تكتبها هكا باللغه العربيه ديالك. رجع لنا دابا الفورم ديالنا نكملوها تدخل هاد المعلومات هادي بالعربيه هنايا يمكن تخليها حتى الاخر وكتبها بيدك بالعربيه الا بغيتي تكتبها بها الا عندك كتابه زوينه بالعربيه مفهومه مزيان واضحه كتبها بالعربيه. هادي تنهضروا على الانفورميشن ابو يور بينيفيشري از يور فيانسي ريليتد تو يو هادي دايرها الزوجه ديالي يعني غتكون نوت ابليكابل يعني بينيفيشري از ماي سباس الا كان درتي هادي يعني المسائل الاخرى كلها تتخليها خاويه 52 53 تيبقاو خاويين. هادي بالنسبه لهادي ما تتكتب والو هنايا الناس يسولوني هنا بزاف خصني لارا بالنسبه للخطيبه ديالي انت عندك زوجه ماشي خطيبه هادشي ما عندك ما دير به انسى عليا هادشي علاش لان هادي بالنسبه خطيبه ديالك have you and your fiancé met in person the two يعني هادي تدي لها هي is my fiancé يعني هادي تيقول لك provide nature and degree for relationship انا not applicable يعني الزوجه ديالي هنا الزوجه ديالي يعني هاد المسائل هادي تتبقى خاويه. هادو بالنسبه للفيونسي اللي تيعمر فيونسي ماشي الزوجه. did you meet your beneficiary through the service of an IBM هادي الناس اللي تيتلاقاو الناس اونلاين تيدوزو بروكرز احنا ما عندناش هذه. احنا انا بالنسبه للفيانسي ديالي راه عندي زوجه ديالي از فيانسي كخطيبه ديالي يعني تخلي هذوك خاوين حتى ل 61
ما عندك ما تدير بها. هنا consular processing information هذه مهمة لازم تعطيها city or town، فين غادي دير الانترفيو والقنصلات اللي غتمشي كازابلانكا بالنسبة للمغرب، الكونتري المروكو. other information criminal information، هنا لازم يعني تكون يعني صريح وتجاوب على الأسئلة هذه. no have you ever been subject no no بالنسبة لي أنا يعني check the one that applies for you no no if you answer yes يعني هادو ما عليش كل واحد شنو عنده. بالنسبة لي أنا no all of them no يعني no هادي اللي تيز قلب نادم. Refer part 3 type of waivers in the specific instruction بالنسبة لي نحنا is 5D not applicable beneficiary is my spouse يعني يعني لا تطبق عليه بالنسبة لهذا الشخص يعني هو الزوجة ديالي. The biographic information هذه سهلة not Hispanic or Latino بالنسبة للrace white 5 جوج 165 eye color is black black. دابا the petitioner statement contact information هذه مهمة بزاف. إلا عمرتي على فورم راسك تدير هذه تكتب هذه 1A I check I can read and understand English and I have read and understand every question and instruction on this petition and my answer to every question يعني تدير هذه. إلا استعملتي 1B ولا شي واحد ساعدك تدير هنا ولا شي واحد صوبها لك عمرها لك هاهم انت تحطهم يعني 1B إلا كان شي واحد عاونك يترجمها لك. بالنسبة ل 2 إلا كان شي واحد عمر لك هذه الورقة. بالنسبة لنا احنا هذه الورقة عمرناها لراسنا. الحاجة المهمة بالنسبة للpetitioner signature قبل ما نوصلت ما هنا petitioner contact information لازم تعطيها هنايا 317 بالنسبة للتليفون ديالي وتعطي الايميل. مهم الايميل راه مهم جدا لان تتصلوا بك اصحاب الهجرة بزاف. ترجع لهنايا هذه مهمة هنايا petitioner signature ما تكتبش هنا سميتك ولا دير الانيشلز لازم تطبعها وسنيها بستيلو كحل وتكتب التاريخ اللي سنيتي فيها غالبا ما تنحطش هنا التاريخ وتنسنيها في نفس التاريخ. بارت 6 احنا كما قلت لك احنا ما استعملناش شي واحد شرح لنا هذه يعني بارت 6 غتبقى خاويه ما دير فيها حتى شي حاجه. والبارت 7 اللي هو البريبير حتى هي تبقى خاويه ما دير فيها حتى شي حاجه لان ما درتيش. وهذا هو كيفاش تعمر هذا الفورم يعني سهله بسيطه جدا. بالنسبه للبارت هي البارت 7 ولا 7 هذا الى ما إذا استعملتي اسمه هذا إذا ما كفاتك شي حاجة وبغيتي تزيد الاديشن انفورميشن هنا تزيدها. بيكر سليمان هنا تزيدها وما تعطيك الالين نمبر هنا تزيدها. عندي قناة بالانجليزية إذا بغيتي تفرج فيه بالانجليزية راه عندي قناة بالانجليزية إذا بغيتي تفرج فيها. هذه نهاية ديال الفيديو نتمنى يعجبكم الفيديو والسلام عليكم.